المؤسسة ديالنا قامت بتخفيضات تصل حتى 15% على كامل المنتوجات تاعنا، كاين منها اللي درناهم بري افيشي، وكاين درنا دي برودوي درناهم اون باك دو ديترجون اللي يعاون المرأة ان شاء الله باش تنقي في كامل، فيه جافيل، فيه ديغريسون، فيه ليكيد لانج، فيه ليكيد فيسيل، لافيت، باش ان شاء الله توجد لرمضان للمواطنة تاعنا، ومام طون ببري مليح. عندنا منسقين تجاريين اللي موجودين في الاسواق، موجودين في كامل التراب الوطني، هما اللي حيسهروا باش يحرصوا على هاد التخفيضات وما يكونش فيها زياده ولا تلاعبات. وهذا الاجراء درناه احنا بمبادره منا وبطلب من وزاره التجاره لخدمه المواطن وخدمه الزبون تاعنا، باش يجوز عليه ان شاء الله شهر رحمه وخير ان شاء الله. بمناسبه شهر رمضان كاين وين مواد زدنا على 10%، يعني لحقت حتى ل 20%. الهدف من هذا باش نلحقوا المنتوج للمواطن ويلحق له بسعر منخفض، خاصه خلال شهر رمضان. ما تكونش في شهر رمضان فقط، حتكون يعني في شاك تيماتيك، دخول مدرسي، العيد الكبير، ان شاء الله حنكونوا حاضرين بهذا التيماتيك. عندنا منتوجات في السوق الوطني بعلامة نوفا، وعندنا منتوجات فيما يخص أدوات التنظيف بعلامة براتيكا. نقوم بوضع منتوجات في السوق الوطني، وعملنا تخفيضات بمناسبة شهر رمضان الكريم دعما منا للقدرة الشرائية للمواطن. هذه التخفيضات خصت الشهر الكريم، من بعد راح تكون مناسبات أخرى اللي نقدروا نزيدوا نعملوا فيها تخفيضات على حسب القدرة تاع الشركات، لأنه ما نقدروش نعملوا بنظام تخفيض طول السنة، وإنما ندعم السوق الوطني في المناسبات. تعلن عن طريق الزبائن الجملة وضعف الجملة، ونافيشيوها في الريزو سوسيو، ونافيشيوها في بعض لومبالاج في التغليفات، نقدروا نحطوا باللي هذا منتوج فيه تخفيضات بمناسبة الشهر الكريم.